من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال كلامنا في باب اخر من كتاب الكافي الشريف وهو باب فيما جاء ان حديثهم صعب مستصعب. الحديث الثاني من احاديث هذا الباب عن مسعدة بن صدقه عن ابي عبد الله الامام الصادق عليه الصلاه والسلام قال ذكرت التقية يوما عند علي بن الحسين عليه السلام فقال والله لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله ولقد آخ رسول الله بينهما فما ظنكم بسائر الخلق إن علم العلماء صعب مستصعب لا يتحمله إلا نبي مرسل أو ملك مقرب أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان فقال وإنما صار سلمان من العلماء لأنهم رؤ من أهل, أهل البيت فلذلك نسبته إلى العلماء في هذا الحديث الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يروي عن جده الإمام زين العابدين هذا الكلام لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله ثم يشرح معنى هذا الحديث وأما حديث الإمام زين العابدين ففيه احتمالان الاحتمال الأول أن قابلية سلمان كانت أكثر من قابلية أبي ذر على رغم ان ابا ذر في مرتبه ساميه جدا من العلم والورع لكن سلمان كانت قابليته اعلى فلذلك علمه الرسول والامير عليهما والهما الصلاه والسلام علوما لم يعلموها ابو ذر حسب ارتفاع قابليه سلمان والانسان اذا لم يكن له قابليه لشيء عاده ينكر ذلك الشيء ما الى قابليه له فلو كان ابو ذر يسمع ذلك العلم من سلمان لظن كفره لأنه لا يتحمل ذلك العلم فحينما يرى سلمان يقول بذلك العلم يظن كفره وارتداده والمرتد عليه الحد هذا الاحتمال الأول في هذا الحديث الشريف الاحتمال الثاني وهو الانسب بمقام ابي ذر رضوان الله تعالى عليه ان ضمير لقتله لا يرجع الى سلمان وانما يرجع الى ابي ذر نفسه الانسان اذا في صدره شيء لا يتحمله هذا يضغط عليه يضغط عليه يضغط عليه يضغط عليه الى ان يموت كمدا لان لانه علم لا يتحمله احنا صاير عندنا اشخاص نعرفهم تخبره بخبر لا يتحمل ذلك الخبر تشوف انه هذا الخبر يؤثر على قلبه إلى أن يموت كمدا حسب التعبير الدار جندق تجي إلى شخص تخبره بموت ولده مثلا تشوفه بعد فترة يموت كمدا هذا الخبر ما كان يتحمله وهذا لا ينافي التسليم يقول الآن مسلم أمري إلى الله أصدق بهذا الخبر لكن ما أتحمل هذا الخبر فإذا حسب هذا الإحتمال الثاني لكلام الإمام زين العابدين عليه السلام أن أباذر تلك العلوم السامية أرفع من مستوى كانت فلو علم بها لمات كمدا أما سلمان قابليته كانت أعلى، فلذلك حينما علم تلك العلوم تحملها، لأنه هو متصل اتصالا أشد بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، حتى قال عنه الرسول صلى الله عليه واله سلمان منا. اهل البيت واحد يقول يصير شخص ما يتحمل علما الجواب نعم انت اذا تراجع الى سوره الكهف تشوف ان الله سبحانه وتعالى حينما انزل التوراه على موسى عليه السلام خطر على قلبه انه هل هناك شخص اعلم منه لان التوراه فيها هدى ونور الله سبحانه وتعالى اضافه الى انزال التوراه على موسى كان يكلمه خطر على قلبه هذا السؤال فالله سبحانه وتعالى تنزيها لنبيه او لانه اراد ان يجيب موسى بجواب عملي أمره أن يذهب ويلتقي بالخضر فإنه يعلم علمًا لا يعلمه موسى، فالخضر عليه السلام بأمر من الله أراد أن يبين لموسى أن هناك علوم أنت موسى لا تتحملها إذ لا تعلم سببها. خرق السفينة خرق السفينة يعني قطع النظر عن أمر الله سبحانه وتعالى للخضر بذلك والله سبحانه وتعالى التشريع بيده في ظاهر الشرع عمل مستنكر أنت تروح في سفينة وتخرق هذه السفينة القاتل صبي طفل لا ذنب له، هذا حسب ظاهر الشرع عمل مستنكر، ان تذهب إلى قرية يطردوك من تلك القرية يأبون أن يضيفوك، تشوف جدار يريد أن ينقاض وليس أحد تحت هذا الجدار ولا أنه مثلا اكو سبب ظاهري لبناء ذلك الجدار فتقيم ذلك الجدار هذا عمل يثير السؤال موسى لم يتحمل هذه الامور والخضر عليه الصلاه والسلام لان الله سبحانه وتعالى علمه كان يتحمل تلك الامور وفي سوره الكهف بيان سبب ذلك اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا قال ذكرت التقية يوما عند علي بن الحسين عليه السلام التقيه شنو هي شنو هي ان تكتم الايمان وتظهر خلاف ذلك لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاح اي في سوره ال عمران في سوره غافر وقال رجل مؤمن من اله فرعون يكتم ايمانه في آية أخرى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. سلمان كان عنده علم لكن لم يكن يظهر ذلك العلم حتى لمثل أبي ذر. فقال علي بن الحسين: والله لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله، ولقد آخى رسول الله بينهما. يعني أبو ذر كان صديقا لسلمان وأخا في الدين له والرسول قد آخى بينهما يعني عندهم صداقة قديمة صداقة إيمانية لكن تحمل أحدهما أكثر من تحمل الآخر فما ظنكم بسائر الخلق فمو كل شيء تقوله لكل واحد تقول حق وأنا أقول الحق الحق الإنسان لازم يقوله لكن بامر من الله وفي مورده والا اذا الحق كان فيه ضررا يعني كان في اظهاره ضررا على الدين والدنيا لازم تكتمه. يقول فد واحد سال الامام الهادي عليه الصلاه والسلام انه اني بضائع الناس موجوده عندي انقلها من مدينه الى مدينه، ليس بضائع تجاريه واي شيء اخر لا ادري. فالعشار عند المدينه، العشار يعني مثل الجمركشي في هذا الزمان. كانوا يقفون من طرف الحكومه على مداخل المدن ويأخذون ضريبة العشر. العشار يقول لي انه اذا هذه البضائع لك خلاص، ماكو ضريبة عليها. لكن اذا هذه البضائع لغيرك، فاكو ضريبة عليها، العشر. اني إنقاذاً لمال المسلمين من الفاسدين الظالمين الجائرين. أقول له بأنه لا هذه البضاعة إلي يقول لي احلف الإمام عليه الصلاة والسلام يقول له أنه أنت احلف وأنقذ بضاعة المسلمين من جور الجائرين السفد واحد يقول هنا يكذب هذا الجواب هذا ليس كذبا محرما وإنما هنا تزاحم إنقاذ مال المسلمين واجب الكذب في نفسه حرام صار تزاحم بينهما إما تنقذ مال المسلمين وتكذب إما تصدق ومال المسلمين قسم منه يصادر حفظ مال المسلمين أهم ثم بعد ذلك الإمام الصادق يقول: إن علم العلماء صعب مستصعب، في الحلقة الماضية شرحنا هذه العبارة، أحد معانيها أنه صعب ومستصعب يعني يستصعبه الناس، صعب عليهم ويستصعبونه، واحد بالنسبة إلى الإنسان نفسه، واحد بالنسبة إلى الآخرين، لا يتحمله، لا يحتمله. لا يحتمله إلا نبي مرسل لازم يكون نبي ومرسل مو فقط مجرد نبي لأن الأنبياء حسب المشهور 124 ألف واحد والمرسلون منهم ثمانية آلاف حسب بعض الأحاديث والمرسلون أفضل من غير المرسلين ففضلنا بعض النبيين على بعض كما في الآية الشريفة لا يحتمله إلا نبي مرسل أو ملك مقرب لأن الملائكة هم أصناف أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان ذكرنا فيما مضى أن الامتحان من محنة محنة شنو هو إلقاء الذهب في النار ليش؟ حتى المغشوش منه ينفصل، هذا ما يفعله الصاغة، فإذا ألقيت الذهب في النار يصفو، عبد امتحن الله قلبه للإيمان، يعني هذا القلب قلب ممتحن، قلب له قابلية، فقال إنما صار سلمان من العلماء ليش صار من العلماء الذين لهم هذه الدرجة من التحمل لأنه امرؤ منا أهل البيت. يعني شنو منا أهل البيت؟ سلمان كان من من فارس والرسول يقول سلمان منا أهل البيت شنو معناه؟ معناه أنه لشدة اتصاله بهم وشدة قبوله لهم وشدة أخذه من علومهم بحيث انه صار منهم في الايه الشريفه في سوره ابراهيم يقول ابراهيم عليه السلام فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم اللي يتبعني مني واللي ما يتبعني ليس مني حتى لو اذا كان من اقربائي الله يقول لنوح إنه ليس من أهلك بالنسبة من إلى ابنه الكافر إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح لكن سلمان على رغم أنه كان من فارس لأنه لازمهم وسلم إليهم الله سبحانه وتعالى رزقه هذه القابلية فلذلك نسبته الى العلماء منا اهل البيت الحديث الثالث من احاديث هذا الباب عن الامام الصادق عليه الصلاه والسلام قال ان حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله الا صدور منيره او قلوب سليمه او اخلاق حسنه إن الله أخذ من شيعتنا الميثاق كما أخذ على بني آدم ألست بربكم فمن وفى لنا وفى الله له بالجنة ومن أبغضنا ولم يؤد إلينا حقنا ففي النار خالدا مخلدا. حديثنا صعب مستصعب. لا يحتمله الا صدور منيره. يعني شنو الصدور المنيره؟ يعني الصدور التي لها قابليه. كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه. افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه. هذه الصدور المنيرة القلوب السليمة يعني سليمة من الشك والشرك والنفاق ونحوها ونحوها ذيك المنيرة الجانب الإيجابي القلوب السليمة الجانب السلبي النور موجود لها القابلية وخاليه من الشرك والشك والنفاق وامثال ذلك الاخلاق الحسنه يعني ذو الاخلاق الحسنه لان منشا حسن الخلق البراءه من جنود الشيطان والتحلي بجنود العاقل وذلك يسبب سعه القابليه والتحمل بعدم الشك والحسد ونحوهما كما قال الله سبحانه وتعالى: "وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم". فإذا الصدور كانت منيرة وسليمة والأخلاق حسنة بمنشئها فهذا يتحمل ذلك العلم، يمكن هذه العبارات الثلاث صدور منيرة، قلوب سليمة، أخلاق حسنة إشارة إلى ما أشارت إليه الأحاديث السابقة، يعني الملائكة المقربون، والأنبياء المرسلون، والمؤمنون الممتحنون، ويمكن أو هنا بمعنى الواو، لأن في بعض الأحاديث هذا الحديث جاي واو، صدور منيرة وقلوب سليمة وأخلاق حسنة. ثم الامام الصادق عليه الصلاه والسلام يقول: ان الله عز وجل في عالم الذر حينما اخذ الميثاق: "وإذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم: ألست بربكم؟ قالوا بلى. تأويل هذه الايه بعالم الذر كما مر مفصلا. الله سبحانه وتعالى قبل ان يخلقنا في هذه الدنيا قبل هذا كان قد خلقنا في عوالم سابقة منها عالم الذر أخرج الله سبحانه وتعالى ذرية آدم من صلبه في مرحلة من مراحل عالم الذر وفي مرحلة قبل أن يدخلهم في صلبه فكانوا كالذر الذر شنو هو صغار النمل التي بالكاد تراب العين المجردة تشبيه للناس في ذلك العالم من حيث الصغر بالذر، هناك الله سبحانه وتعالى ركب الفطرة في الناس: ألست بربكم؟ قالوا بلى، أخذ الميثاق من الجميع، لذا كل إنسان بفطرته يعلم أن له ربًا. حتى اذا انكرت تلك الفطره او ساءت تربيته فصار ملحدا او اثيرت في اذهانه الشبهات الفطره موجوده وتظهر نفسها في الساعات الحرجه فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين على كل حال في عالم الذر الله سبحانه وتعالى اخذ الميثاق على ألوهية على ألوهيته، ربوبيته من الجميع والجميع أقر بذلك ثم عرض عليهم ميثاقاً آخر وهو التصديق بالأنبياء والأئمة عليهم جميعاً الصلاة والسلام فالبعض اعطى الميثاق والبعض لم يعط الميثاق بالنسبة إلى الربوبية والألوهية أخذها من الجميع والجميع أعطى ذلك الميثاق أما بالنسبة إلى النبوة والإمامة البعض أعطى الميثاق والبعض لم يعط الميثاق ذول اللي أعطوا الميثاق في الدنيا يؤمنون باختيارهم والذين لم يعطوا الميثاق في عالم الذر في الدنيا يكفرون او ينافقون او يضلون. ايضا بسوء اختيارهم. ماكو جبر لكن بسوء اختياره. هذا اعوج. في عالم الذر اعوج. بهاي الدنيا هم اعوج. فاللي اعطى الميثاق ووفى بذلك الميثاق الله سبحانه وتعالى. يجعله من أهل الجنة واللي أعطى الميثاق بالألوهية والربوبية ولم يعط الميثاق بالنبوة والإمامة هذا بالدنيا لا يفي حتى بميثاق بالربوبية ما يفي يشرك بالله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون هسه فضلا عن إنكار الكثير لنبوة الأنبياء وإنكار الأكثر لإمامة الأئمة فضلا عن ذلك حتى الميثاق اللي قبلوه وواثقوا به اللي هو الألوهية والربوبية حتى هذا الميثاق لا يفون به خلاص إذا لم يفوا بالميثاق فموعدهم النار لأن الله سبحانه وتعالى يقول أوفوا بعهدي أوف بعهدكم اعملوا بالاوامر اتركوا النواهي لا تخالفون انزجروا بالنواهي الله سبحانه وتعالى اعطاكم عهدا بالجنة لكن اذا واحد لم يف بالعهد الله لم يعطه عهدا بالجنة بل اوعده بالنار ان الله اخذ من شيعتنا الميثاق كما أخذ على بني آدم: ألست بربكم؟ أخذ على بني آدم يعني من الجميع أخذ ميثاق: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. أما ميثاق إمامة الأئمة عرضه على الجميع، لكن الذي آمن به شيعتهم. حتى المؤمنون من الأمم السابقة الذين ماتوا مؤمنين، وهم من أهل الجنة، هؤلاء في عالم الذر صدقوا بامامه الائمه عليهم الصلاه والسلام. ان الله اخذ من شيعتنا الميثاق، لذلك اولئك المؤمنون في العوالم في الازمنه السابقه على الاسلام ايضا هم يعتبرون من شيعه الائمه عليهم الصلاه والسلام. ان الله اخذ من شيعتنا الميثاق كما اخذ على بني ادم الست بربكم فمن وفى لنا يعني عمل حسب الإقرار، عمل حسب الإقرار، وفالله له بالجنة. الله لأنه وعد يفي بوعده، ومن أبغضنا في قلبه، ولم يؤد إلينا حقنا في العمل، أو عطف تفسيري، لأن مودتهم من حقهم ومن ابغضنا ولم يؤد الينا حق حقنا ففي النار خالدا مخلدا هذا تأكيد مخلد ليش؟ لأنه بسوء اختياره اختار الكفر او النفاق الحديث الآخر الحديث الرابع من أحاديث هذا الباب قال كتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر الإمام الهادي عليه السلام الإمام الهادي والإمام الحسن العسكري يسميان بالعسكريين لأنهما سكنا في سامراء في محلة تسمى بالعسكر لأن كان فيها جنود طبعا كل سامراء أيضا كانت تسمى عسكرا كتب كتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر جعلت فداك ما معنى قول الصادق حديثنا لا يحتمله ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا مؤمن امتحن الله قلبه للايمان لانه قلنا العلوم درجات اكو علوم لم يظهروها حتى الملائكه والانبياء لانها ارفع من مستوى الملائكه والانبياء الرسول والال لم يظهروا تلك العلوم لسائر الانبياء. بعض العلوم لا يتحملها الناس العاديون لكن هؤلاء يتحملونها، لذلك أظهروها لهم. وبعض العلوم أرفع من مستوى هؤلاء، فلذا لم يظهروها لهم. شنو معنى هذا الحديث؟ فجاء الجواب إنما معنى قول الصادق عليه السلام هذا معنى أي لا يحتمله ملك ولا نبي ولا مؤمن. شنو معنى؟ أن الملك لا يحتمله حتى يخرجه إلى ملك غيره، وأن النبي لا يحتمله حتى يخرجه إلى نبي غيره، والمؤمن لا يحتمله حتى يخرجه يخرجه إلى مؤمن غيره، فهذا معنى قول جدي. هذا الكلام لأنه كان مكتوب، والكتاب قد يسقط بيد الأعداء. فلذلك يحتاط في الكتابة ما لا يحتاط في القول فالإمام عليه الصلاة والسلام شنو يقول يقول العلم لا يحتمله ملك ملك مقرب يعني هذا العلم ما يقدر يبقي في صدره يضيق صدره عنه بس ما يخرج إلى الناس العاديين لا وإنما يخرجه إلى ملك مثله مثله النبي يشوف هذا العلم ما يقدر يبقي في صدره لكن لا يذيع السر وإنما يخرجه إلى نبي مثله المؤمن الممتحن كذلك لا يحتمله ما يقدر يبقي في صدره وأحيانا الإنسان يدور في صدره الشيء يشوف أنه ما يقدر يبقي في صدره يريد يطلعه فماذا يفعل؟ اذهب إلى واحد مثلك يتحمل ولا بأس بأن يعلم بذلك فأخرجه إليه فلذا هذا الكلام بيان لزاوية من معنى الحديث العلم اللي هو بمستوى يخرجه إلى غيره يعني حتى العلم اللي هو بمستوى صعب عليه أن يبقي في صدره لازم يطلع الغيره بس ما يطلعه الواحد ما يستاهل وما يستحق وانما يخرجه الى نبي مثله الى ملك مثله الى مؤمن مثله نسال الله سبحانه وتعالى ان يزيد في قابلياتنا وان يزيدنا معرفه بهم و بعلومهم هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين